عملت كل حاجه وما فيش فايده، البيض بيطلع غير مخصب، مع اني وفرت كل المحفزات وكل الاشياء لكن ما فيش فايده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قناتكم الحياه عجائب. نتكلم اليوم عن البيض غير المخصب. رجاء قبل ان نبدا الفيديو لا تنسوا دعم القناه بالاعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى. نتكلم اليوم عن جميع انواع العصافير والبابغاوات لماذا البيض يخرج غير مخصب البيض فارغ ليس به جنين لماذا يجب ان ننتبه جيدا الى ان مشكله تربيه البابغاوات هي ضربه حظ يعني انت احضرت ذكرا وانثى هذا الذكر ربما يكون به عيب وهذه الأنثى ربما يكون بها أيضا عيب. وأنت ليس عندك إلا زوج واحد فقط. فهذا الأمر يتطلب منك إن أنت تعمل إيه؟ تعمل إما إن أنت تبيع الأنثى آه طبعا أنت ما أنتش عارف ومش قادر تحدد المشكلة. يعني المشكلة كلها هنا إن أنت لا تستطيع أن تحدد المشكلة. ما إذا كانت المشكلة من الذكر أم من الأنثى. طبعا أنا عارف إن أنت سمعت فيديوهات كتيرة جدا يعني ايه اسباب البيض غير المخصب طبعا انت عرفت يعني سمعت كتير يعني ان يكون الحامل ثابت ان يكون طبعا ان انت تحط لهم محفزات ان انت تحط لهم فيتامينات ان انت تحط لهم خضروات الخص والجرجير والفجل ومزيد من الاكل اللين طبعا انت عملت كل الامكانيات وفرت لهم بيئة يعني هادئة مفيش فيها ازعاج ثبتت مكان القفص الطيور متولفه كل حاجه تمام التمام لكن برضك الطيور ما زالت ما زال البيض يخرج يعني غير مخصب يا ترى المشكله ديت انا عايز الاول ان انا احدد المشكله هل المشكله مشكله البيض غير المخصب هل هي من الذكر ام من الانثى طبعا انت عندك اص واحد يعني عندك زوج واحد فقط وطبعا هيصعب عليك ان انت تبدل لان طبعا الببغاوات عشان تجي طبعا تبيع انثى طبعا لازم تبين العيب اللي فيها وانت مش قادر تحدد العيب من الذكر ام من الانثى يعني ازاي الكلام ده يعني ممكن يكون العيب من الانثى يعني البيض الذكر بيقوم بتلقيح الانثى والبيض تمام التمام وفي تخصيب لكن المشكله ان الانثى ما بتنمشي على البيض بشكل كويس يعني الانثى ممكن تنام شويه وتقوم وتبعد عن البيض شويه حتى وهي في داخل البياضه يعني ممكن تنام شويه على البيض وبعدين تهجر البيض شويه فالبيض طبيعي ان هيطلع فارغ وهيطلع انت لما تيجي تكشف على البيض هتلاحظ ان البيض غير مخصب السبب هنا بيرجع الى ان الانثى لم ترقد على البيض وبالتالي مش هيبقى فيه جنين يتكون داخل البيضه طيب ده السبب الاولاني السبب التاني بقى آه ان يكون الذكر نفسه آه عنده يعني الذكر ما عندوش خبره في عمليه التلقيح. يعني هو الذكر بيلقح وكله تمام. يعني هما متولفين آه مفيش بينهم قتال آه والذكر بيقوم بالعمليه الجنسيه لكنها ليست عمليه كامله. يعني الذكر ما عندوش خبره آه مش عارف يقوم بعمليه التلقيح فلما يجي مثلا عشان يلقح الأن بيقوم بتلقيح الأنثى من الجنب هو لسه ما عندوش خبرة طيب أنا أصبر عليه في المرة الأولانية لازم إنني ممكن إنني يعني أعلم الببغاء بواسطة بواسطة إنني ممكن أفتح اللاب عندي وأشوف يعني هكتب في على اليوتيوب أو أشوف أي فيديو تزاوج الذكر والأنثى هتلاحظ طبعا إن فيه فيديوهات كتيره وانا ممكن اسيب لكم في الرابط أه طبعا هتلاحظ طبعا الموسم احنا بنتكلم من الموسم خلاص كده خلص, خلص إحنا الوقت في الصيف لكن احنا بنتكلم عشان تبقى عارف المشكله وتقدر بعد كده ان انت تحل المشكله وتعرف العيب منين عشان لو كان العيب الوقت من الذكر احنا لازم أن نتخلص منه وق. طيب تعالى كده نشوف أه الوقت انت لازم تفتح الفيديو دهوت هو اللي هو فيه التزاوج بين الذكر والانثى وتخلي الببغاء اللي عندك يحاول ان انت يعني تخليه يشوف ازاي بتتم عملية التزاوج عشان ياخد خبرة ويبدأ بعد كده يمارس العملية الجنسية صح طبعا انا بقولك كده ليه لان عارف ان انت ما عندكش الا زوج واحد فقط يعني انت لو عندك ازواج كتيرة قوي يعني عندك مجموعة كبيرة فطبعا كل, كل الطيور بتعلم بعضها يعني الذكر ده لما يشوف الذكر الثاني وهو بيقوم بعملية التلقيح فبالتالي هو هيستطيع ان هو ياخد خبرة وياخد معلومات ان هو ازاي يعرف يقوم بعملية التلقيح فأول سبب يعني احنا عايزين الوقت نضع ايدينا على ايه هو السبب اللي بيؤدي للمشكلة دي فإذا كان الذكر لا يستطيع ان هو يتمم عملية اللقاح فلا بد ان انت لا اما ان انت بقى من خلال الكمبيوتر يعني من خلال الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب مثلا تحاول ان انت تجيب له فيديو والذكر بيقوم بعمليه التلقيح فده كمان هيحفزه على عمليه التزاوج وهيدي له خبره الحاجه اللي بعد كده واحد يقول او ممكن ترجع المشكله ل ان الذكر اصلا ما بيقومش بالعملية الجنسية خالص. يعني الذكر لا يقوم أصلا بالتلقيح مطلقا. يعني دي بقى مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دلوقتي إن أنت ما انتش عارف تحدد يا ترى الذكر بيقوم بعملية التزاوج ولا هو أصلا ما يعني لا يقوم بالتلقيح ولا بالتزاوج مطلقا. أبان أعرف المسألة دي إزاي؟ المسألة زي ما قلت لك إن تفريخ الببغاوات محتاج يعني انه يكون في جماعات، انما عشان تجيب قص واحد فانت كده بتضرب ضربه حظ. يعني هي ضربه حظ. في ناس مثلا بتحط كاميرات كاميرات مراقبه، طبعا انت المساله مساله مكلفه جدا يعني انت هتحط بقى كاميرات مراقبه عشان تسجل للببغاوات بالذات في فتره الصباح. في فتره الصباح لان التلقيح غالبا يعني بيحدث في فتره الصباح. فعشان تك يعني انت كده هتكلف نفسك كتير جدا ولذلك زي ما بقول لك ان انت لما تجيب قص واحد المساله بتكون صعبه جدا لان هي ضربه حظ اه ممكن يكون الذكر اه كبير في السن اه طبعا ممكن يكون الذكر صغير اه لسه اه ما قامش بالعمليه اللقاح اه او ان هو بقى ممكن تكون المشكله كمان في ايه في ان الذكر بيلقح وكله تمام وبيتزاوج انت عملت بالعملت في الكاميرات المراقبه اتضح لك ان الذكر بيقوم بالعمليه الجنسيه تمام والانثى كذلك ايضا بتقوم بعمليه التحضين البيض كويس جدا وانت حطيت محفزات وثبتت الخشبه اللي هم بيقفوا عليها واكلتهم اكل وتغذيه جيده جدا عملت كل حاجه لكن برضك البيض طلع غير مخصب يعني فارغ مفيش فيه جنين مطلقا، مفيش ولا بيضة واحدة فيها جنين. المشكلة دي تطلع يعني حاجة تحير. هنا بقى بترجع المشكلة بقى إلى الذكر إن هو ممكن يكون الذكر الحيوانات المنوية عنده فيها مشكلة. يعني حصل مشكلة. طبعا أنا عارف إن أنت عملت كل الأسباب يعني بعدت عن زواج الأقارب، عملت كل حاجة. أنا عارف المسألة يعني موضوع الانتاج دوت من قص واحد عندك بس في البيت مسألة صعبة جدا ومسألة ضربة حظ ويعني انت ونصيبك ولذلك يعني انت لما تيجي تشتري القص من الببغاوات لازم تجيبه من مصدر موثوق ولو ان يعني الببغاء ده هو يعني واحد كان عنده قبل كده الببغاء دوت ويعني انتج عنده يبقى انت كده بتجيب حاجه مضمونه حاجه مضمونه ان فيها تخصيب وان الانثى كويسه بتحضن البيض كويس وان الذكر فيه يعني خصوبه فانت كده بتجيب حاجه مضمونه ولذلك لازم أن تكون اغلى شويه بخلاف لما انت بقى تجيب قص عندك لسه جديد او لسه شبابات وانت اللي تربيهم عندك فهي ضربه حظ ممكن يكون الذكر مصاب بمشكله جنسيه زي مثلا بعض الرجال مثلا يصاب مثلا ب لزوجه في الحيوانات المنويه، ضعف في السائل المنوي، وحل المشكله دي بقى هن... يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما انت ما انتش قادر تحل المشكله يعني انت مش قادر تعرف السبب ايه؟ ومش قادر تجيب العلاج المناسب للذكر، ممكن يكون حصل التهابات في المسالك البوليه، ممكن يكون حصل التهابات في الاعضاء التناسليه نتيجه مثلا التلوث. تلوث المكان ممكن يكون التغذيه مش جيده ممكن يكون المكان مظلم ما فيش فيه شمس ممكن يكون المكان يعني في ازعاج يعني في اسباب كتيرة جدا انت نفسك انت لازم يعني تحط ديك على الداء اذا عرف الداء استطعنا ان نعرف العلاج والدواء طبعا لازم ان انت يعني تعرف جيدا جدا ان لما يكون عندك قص شبابات انت بتضرب ضربة حظ لان لسه اول مرة ينتج عندك ما انتش عارف مشاكله ايه لو البيض طلع اول مرة فارغ اصبر ما تستعجلش حاول لما تجيب طيور تجيب يعني اكتر من زوج اكتر من قص لان انت بتشوف يعني ممكن قص منهم ما يفرغش فانت لازم تجيب اكتر من قص ما ينفعش ان انت تجيب زوج واحد بس لإن أنت ما أنتش عارف أنت أنت بتضرب ضربة حظ ما أنتش عارف لأن طبعًا يعني تفريخ وإنتاج الببغاوات والعصافير بيكون صعب لأن في مشاكل كتيرة جدًا في التفريخ والإنتاج عدم التوالف البيض غير مخصب عدم تحضين الأنثى للبيض كبس البيض وموت الجنين داخل البيضة موت الفروخ بعد يعني بعد حتى ما تخرج ما تخرج من البيضة يعني طبعًا مشاكل كتيرة جدًا ولذلك نلاحظ ان الببغاوات يعني قليله جدا، يعني انتاجها ضعيف جدا لان بتصاب بمشاكل كثيره. ممكن يكون السبب ايضا التشحم او مرض السمنه، طبعا انت عمال تحط تغذيه غير يعني سليمه فبيؤدي هذا الى يعني طبعا عندك قله الحركه مع كثره الطعام اللي موجود ويعني اكل بطريقه كبيره جدا فبيؤدي الى مرض السمنه. يعني طبعا الذكر بيشحم وما بيلحش بعد كده يقوم بالعمليه الجنسيه وطبعا حل مشكله التشحم ومرض السمنه انت بتشوف الذكر مشحم جسمه ملان من تحت كده من فتحه الشرج بتلاحظ ان هو ملان الدهون وفي صدر الذكر بتلاحظ ان هو ايضا صدره كبير طبعا ده نتيجه سوء التغذيه وطبعا لازما زي ما قلنا ان احنا نحط الطعام بمقدار محدد وعدم كثرة الطعام أمام الطيور طيب لو استمر موضوع البيض غير مخصص بتعمل إيه بقى؟ في الحالة دي لازم تشتري زوج جديد وتبدأ أن أنت تتخلص لإما من الذكر وتحطه مع أنثى تانية والأنثى تحطها مع ذكر تاني وتحاول تعرف إيه العيب مين في الزوجين اللي فيه العيب هل الذكر أم الأنثى حاول ان انت لو انت بقى عرفت وتاكدت ان الذكر هو اللي فيه العيب حاول ان انت تبيعه يعني على ان هو يعني زينه مش على ان هو تفريخ وفي نهايه هذا الفيديو نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من معلومات ولا تنسوا دعم القناه بالاعجاب والاشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته